هلأ هو لكل باكيت جيلو بنحط كاسة ثلج وكاسة مي. هذا كل جيلو هناك؟ هلأ أنا رح أحط باكيتين. أوكي، فعندك هون مقدار مقدارين يعني للمي. تفضلي ستي. أوكي، والثلج من البداية بتحطيه؟ إيش؟ والثلج كمان مع الخلاط؟ أوكي. معايرة. أوكي، وهي الثلج. تفضلي يا رنيم. رنيم طالع على أي صف؟ سابع. الصف السابع؟ ما شاء الله. كملي 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 عادي عادي. أحلى الصوت هذا، هذا أحلى صوت أصلاً. طيب، هات أعطيني الصحون هذولا. أيوه. أنا مساعدك كالعادة. يلا خلينا بدنا نقدم بس الخلاط لقدام. كيف؟ أوكي، هيك تمام أمورك؟ بسم الله. يلا. نخلط أخلط. كيف؟ تمام؟ مبسوطة؟ قاعد يتجانس مع بعض الاسلاك. باخذ وقت في الخلط؟ باخذ وقت ولا خلص؟ خلص؟ هلا نصب بالكاسات. تمام سمير، يلا وين هاي كاسات؟ وين يا سمير؟ حاضر يا استاذ. ها يعني والله انه عجب، هذا مشروب صيفي روعة. طيب بدك سمير كاسات العالي. والله والله هاي كاسات حلوة هاي. أي 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 أيوة هذول. أيوة والله. طيب هذول أجونا هدية بالتوجيه. أمك بتخبي تقوم كاسات أو هذا؟ بتخبوا بتخبوا بالدار كاسات هدية يعني. أيوة أيوة. أيوة. طب بتردوا تهدوهم لناس ثانيين؟ لا خلاص بتخلوهم. بنستعملهم بنستعملهم بس يجوا ضيوف. يا سلام والله هاي شغلة خفيفة لطيفة. باكيت جيلي بنكهة الفراولة، كوب ثلج، مكعبات، وكوب ماء بارد. ماء بارد، اوكي. يلا